على حسابه الخاص في تويتر أعلن سفير السعودية في القاهرة أحمد قطان أعلن أنه أقام دعوة تزوير أمام القضاء المصري ضد أيمن نور السياسي المصري المعارض. وأشار قطان في تغريدة أخرى إلى أن المدعو أيمن نور زور برقية تحمل توقيعه وتفيد بأن السفارة طلبت تقديم هدايا وأموال لرشوة عدد من شخصيات الدولة المصرية، وهو ما اعتبره إساءة إلى السعودية ومصر. نذهب الآن إلى تصويت اليوم، وكان عن هذا الموضوع: ما رأيك في مقاضاة المسيئين للسعودية؟ كان في خيارين للإجابة، أول واحد اللي هو أؤيد، أما الخيار الثاني فهو التجاهل أفضل. وبإمكانكم المشاركة في تصويت اليوم على حساب البرنامج في تويتر. ومن لندن ينضم إلينا الصحفي السعودي والناشط على مواقع التواصل عدوان الأحمري. أرحب فيك يا عدوان. يعني شفنا هذا التصرف اللي هو رفع القضية، يعني إيش نقدر نقول؟ نقدر نقول أنه السعودية بدأت تأخذ موقف من أي إساءة موجهة ضدها بعد ما كانت في السابق بتتجاهل هذا النوع من الإساءات؟ أهلا وسهلا فيك وشكرا لك على الاستضافة. طبعا قبل 5 سنوات تقريبا حدث نفس الحدث تقريبا. الصحفي البريطاني روبرت فيسك نشر خطاب مزور على أنه خطاب من وزارة الداخلية السعودية، ومضمون الخطاب أن الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله يوجه شرط المناطق وغيرها بإطلاق النار مباشرة وخصوصا في القطيف. ورفعت وزارة الداخلية السعودية عبر السفارة في لندن قضية وكسبتها، وقامت الاندبندنت البريطانية بالاعتذار، وقام أيضا الصحفي بالاعتذار. بعد 5 سنوات الآن يتحدث معالي السفير أحمد قطان أنه رفع قضية على إساءة أحمد نور. هي جميلة من فترة للثانية، يعني ما أعتقد أن وشفنا أخيرا كمان عبد الحميد دشتي، النائب عبد الحميد دشتي في الكويت بالضبط. ايضا يعني عبد الحميد دشتي بعد ما وصلت الى مرحله يعني مرحله تجاوز الشتيمه، والعلاقات بين دول الخليج معروفه بقوتها ومتانتها، وكذلك ايضا حتى في التبادل المعلوماتي والامني. ولكن هناك شخص بعد ما ذهب الى لقاء بشار الاسد، وبعد ما ذهب الى لقاء قوى ايرانيه، وبعد ما اعلن العداء، وبعد ما قام بالدفاع عن خلايا ارهابيه، لم يكن لدى السعوديه خيار الا برفع حتى شكوى يعني عن طريق سفارتها في الكويت، ومن ثم استصدر امر ضبط. فمن فتره للثانيه كويس، لكن انه يعني لو بنرد على جميع الاساءات او ان السعوديه تقاضي جميع المسيئين، اخرهم الاسبوع الماضي واحد الف يعني بعد حديث الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، فداعيه او خطيب في احد المساجد في احد الدول العربيه يقول انه في اعلان الرؤيه الحديث عن البطاله 25% واستنخفض الى 11%، وهو الصحيح ان 11% الى 7%. يعني مثل هذا وغيره ياخذون معلومات من 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 دافع ليس الحقد، وانما التشفي كذلك ومحاوله نشر الاشاعات. ايوه بس يمكن عشان كمان ايمن نور كان مرشح للرئاسه المصري، وعبد الحميد دشتي كان في البرلمان الكويتي، فيمكن هذه يعني شخصيات بتمثل كمان سلطات في الدوله. يعني لو تشوفين الخطاب زميلتي ساره في لو الخطاب المزور اللي استند عليه ايمن نور، ترى خطاب مضحك. اولا تسعيرات الساعات 3 تسعيرات، واحده بالدولار، واحده بالدولار وبالريال، واخر فئه بالريال بس. فواضح اصلا الخطاب مزور، يعني المفروض انه شخص مثل ايمن نور يعني تقدم للرئاسه المصريه اكثر مره ورشح نفسه ويقود حزب، يعني على الاقل كان استغرق وقت لقراءه الخطاب ليرى هل هو مزور ام لا. فاصلا الخطاب مضحك، الحديث عن قائمه من المواطنين المصريين المستحقين لمكرمه، وثم وضعوا في راس القائمه فخامه رئيس الجمهوريه المصري عبد الفتاح السيسي. فالخطاب مضحك، يعني من يقرا الخطاب يعرف انه مزور. برأيك عدوان بس سريعا، تعتقد أنه مجدية هذه الطريقة رفع القضايا؟
يعني من فترة للأخرى جميلة جدا يعني، ولا أعتقد أن السعودية استنتج مواصلة رفع القضايا بشكل أو آخر. هناك تواصل قد يكون من وقت لآخر مع صحف أو مع جهات إعلامية، مثل ما حدث مثلا مع البي بي سي حينما نشرت قبل فترة فتوى مزورة على لسان مفتي السعودية نقلا عن قناة إيرانية، وحينما تبينت قامت بنشر التصحيح أو التصويب. فالتصويب مناسب، التواصل مع وسائل الإعلام، لكن لو كل مرة بنقاضي المسيئين يعني أو السعودية بتقاضي المسيئين يعني يمكن بتكلفها جميع محامي العالم، يعني لازم تأخذ في كل دولة 100 محامي على الأقل. طيب نحن بنشكرك على وجودك معنا، كان معنا من لندن الصحفي السعودي والناشط على مواقع التواصل عضوان الأحمر، شكرا لك يا عضوان. انتشر على تويتر وفيسبوك مقطع فيديو يظهر فيه وزير الصحة الأسبق ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح في وداع وزير البترول الأسبق علي النعيمي، وهو يقول: احتفالات في وزارة الصحة بعد مغادرتي. نتابع. ما شاء الله صحة كسرت كسرت شهور كسرت اللجان.